أها، أنت مستعد للطريق؟ إيه. 4 سنين صار لي أسوق، بس بعد الحدود هذه تكتب سنة جديدة. أنا بديت هذه المغامرة، أنا أبغى أنهيها بتعبها، بحلوها، بمرة، بالطريق، بلفاتها، بكل حاجة في الطريق أبغى أحس فيها بنفسي. يعني أدخل بلادي السعودية وأوقف على محطات كانت في حياتي وأنا اللي ماسك السيارة، حسيت أني حد جديد داخل مدينة جديدة قاعد يتعرف عليها من أول وجديد. فرحة مو طبيعية. ماما أهلين. لا سازج شفت السيارة؟ هذا اللي كنت معه. انت يا عمري احلى حبيبتي. الحمد لله على السلامه.